هذا تيشيرت الاعتزال شهيد ما قصرت الله يكثر من التالي. لحظة هذه الحلقة الأخيرة من موسم حسين يفكر الثاني، ولكن هي مكونة من 4 أجزاء. حلقة رقم 14 هذا الجزء الرابع والأخير. هنا الكويت. بعد ثواني راح تبدأ الحلقة. أنا قلتها يوم الأيام، قلت يجب أن وزارة الإعلام تعلن عن من عنده شريط، عنده تصوير، عنده توثيق. في ناس قالوا طاحت الطيارة، ما طاحت الطيارة، ومنو فيها؟ قال لي منو فيها؟ قيادات. كان عذبي الفهد وما أنا قال اسمه الضابط. هل الغزو للحين ما توثق؟ لا، اجتهادات تقول جين سانسون؟ ايه رايب اف كويت. قاري تفضل. ما شاء الله عليك. بس هذه الكلمة أنا سمعتها عند أكثر من ضيف وأقولها. الديكيومنت، يعني هل الغزو للحين ما توثق؟ لا، اجتهادات. والله فيصل يتكلم، يجيب هذا يتكلم. طيب هل كجانب حكومي ما توثق؟ شنو التوثيق؟ أنا أقولك شنو التوثيق. التوثيق لازم، أنا قلتها يوم الأيام، قلت يجب أن وزارة الإعلام تعلن عن من عنده شريط، عنده تصوير، عنده توثيق، عنده عمل قام فيه. يا أخي نفتح، حط كاميرات ونسوي اتصالات. شوف شو نسوي تبرعات. يا إخوان، يا أهل الكويت، اللي عنده أحداث صارت معه تبي نوثقها، تعال سجل. هذا التوثيق. والآن العراق شوف محطاتهم، قال يوثقون الأحداث اللي صارت في العراق ما قبل الغزو بعد الغزو من قيادة. يعني دون نقول هذه رسالة حق وزارة الإعلام. إحنا ما نبي نتعامل مع الموضوع إنه مناسبة عيد وطني وعيد تحرير بس، ونسكت ونقعد سنة كاملة عشان والله نتكلم نفس الكلام. وهذا مو صحيح. التوثيق يجب أن يكون مهني. أنا اليوم فيصل عنده شنو عنده؟ تعال خلينا نوثق. أنت على فلان شنو وثق؟ ضباط عسكريين قادوا أيضا في بدايات الغزو وكذا، تعال خلينا نوثق. ما بين محطات أنا الخاصة. من خلال يعني علاقاتك القريبة من المسؤولين وصلت أنا قلت هالكلام. يعني سمعوا؟ قلتها بالتلفزيون الكويت، وقلت هالكلام، وقلت حق 3 وزراء إنه لازم توثق هذه العملية. تعال فيصل وثق لي أنت مرحلة سويتها. تعال يا فلان وثق لي. في أسرار ما طلعت، في ناس رفضوا يجون لأن يقولك ما حد اهتم. ما تخاف إن في ناس يعني يصير في نوع من الكذب؟ شوف الكذاب يبين، والناس تعرف الناس، كل اللي قاعدوا بالكويت يعرفون. بس ما في دليل. ماكو دليل. إحنا ما نبي نصير أبطال، إحنا بنوثق. فاللي جاي بيتكلم لازم يعرف يقول الحقيقة اللي صارت معه. في أحداث وايد صارت ما توثقت. أعطيك مثال. أحد يعرف اللي طق الطيارة الجامبو؟ أنا قاعد أقول لك أنا جبتهم من 2 سنين، وثقت كلامهم كله. تعرف إني أنا جبت وصلت الطيار اللي سوق الجامبو اللي ضربوه، موجود الآن بالسويد، وثقته كلاما اتصاليا تلفونيا، وأعطاني التقرير اللي قدمه حق القيادة العراقية حق صدام اللي هو يغور الطائرة الجامبو اللي ضربه. هذه جهود شخصية أنت قاعد تسويها؟ ما حد يدري عنها، أنا وصلت له. في ناس قالوا طاحت الطيارة، ما طاحت الطيارة، ومنو فيها؟ قال لي منو فيها؟ قيادات، منهم واحد من مكتب صدام، ضباط قيادات كبيرة وعسكريين بالقاعدة، وشافوا الصاروخ لما جاء من نائب رئيس التصنيع العسكري. أنا الكلام نقلته من الكابتن كابتن الطائرة، ماني قايل اسمه، يمكن يعرفونه ما أدري. عندي ودي صورته ودي التقرير اللي كتبه. يعني أنت بتحطه بالكتاب، ليش ما تقول اسمه؟ لا حطيته بالكتاب، حطيت اسمه. ممتاز. ممتاز. شنو اسمه؟ مازل الجارح اسمه. كابتن طيار طلع من العراق وقال لي القصة شلون لما طلع بالطيارة وشلون انضرب. والله نجاهم يعني. توثيق منك وثقته، وهذا وثقته من خلال مقال كتبه سامي النصر الوزير السابق، اي عن ملتقي مع كابتن يعرف هذا الشخص. فأنا استرجعت ذاكرتي. يعني من خلال مقالة أنت وصلت حق هذا؟ نعم، وصلت حق الطيار وكلمته وصار صديق، وقال لي ما حصل لما أول ما أقلع شوية الصواريخ اللي ضربهم الشباب الأبطال 2 ومعهم الشيخ عذبي الفهد، والاجتماع بدأ
بداية الاجتماع للتخطيط لضرب الطائرة ببيتنا، وأنا ما كنت أدري عنه طول هالسنين هاي كلها. أخوي قال لي اللي أصغر مني، هو حاضر أول اجتماع للتخطيط. وأنا لما قايل أسماء الضباط اللي جوا لأنه مانعين يتكلم. وايد كلامك حساس. إيه. حساس يعني. إيه حساس مسؤول عنه أنا. كتبته في. قلته في أحد اللقاءات. اجتماع صار في بيتنا أول اجتماع لتخطيط ضرب الطائرة. هو اللي كانوا بالحضور. كان عذبي الفهد وال ما أنا قال اسم الضابط اللي بالجيش كان وقتها في الدفاع الجوي لأنه ما يبي يطلع ولا بي ولا يرضى المدنيين وغريب لي المدنيين زين يا عسكري اثنين رمات والرمات هم أنا اللي رتبوا شوي طل واللي نقل الصواريخ هو سامي الراشد الشهيد مقدم سامي الراشد بوقتها أو نقيب أو إيه نقل الصواريخ وحطوها في اليرموك في وقت معين واخوي احدهم بعد اللي كانوا يراقبون المنطقه باليرموك هني انقلوها ودخلوا السياره في سرداب حتى وقت ضربه الطائره يوم معين اللي هو كان يوم جمعه اعتقد او يوم اثنين ما اذكر انقلوا الصواريخ وركبوا الرماد معاهم عذبي واللي ضربوا الطياره كان تحت سامي الراشد يراقب بالسياره نقله من لسانهم ولساني بس هذول ظلم حقهم اللي ما طلعوا طول هالسنين هذول اهم اثنين اللي قاموا بعمل وطني عفوا بطلال كان في ثقه كبيره من القياده الشرعيه لك ثقه يعني كانوا معطينك ثقه كبيره بكامل الصلاحيات كتفويض كامل شنو السبب يعني ترى يعني ممكن الحمد لله واحد يعني مثق فيك من القياده المسؤول في الدوله وأنا رجل ضابط أيضا بالداخلية ممكن يعني المتلقي يعني هذا فكرة تبال الناس ليش ممكن يقولك ليش فيصل مثلا أنا لآخر لحظات صاحب السمو الشيخ صباح الله يرحمه كان يقول لي أنا ما يعني أنت أبيك أنت تكون دائما موجود لحد ما صار أمير وبعد العراق أنا شكثر كلفني الشيخ صباح وايد قابلت جلال طلباني أحمد الكلبي قعدات السياسية عندهم وأنقل رسائل وأروح وأرجع ترى من أمر شخصي من من من, من الأمير لك طبعا أول رسالة نقلتها إلى من صاحب السمو الحمى إلى الشيخ إلى جلال طلباني أنا مديها هذه أقول لك أحيانا ملفات تنقلها بدون ما يكون في اسم رسمي يعني. أو شيء دبلوماسي أي نعم أي قعدت في العراق أنا وايد يا أخوي ويبنى العشائر هني مجموعة وقعدت توثق هذا في كتاب وقال إيه موثق كل شيء موثق من إلى موثق متى راح يتم نشره والله انا بشوف الوثائق اللي انا اجلتها يعني شويه يعني ظروف يعني يتيني فتره الشغل في متابعه معلومات المقابر اسوي اتصالات يوميا اتواصل مع الى هذه اللحظه انت قاعد تكمل لحد لا باكر انا ما وقفت على فكره يعني انا مساهم وايد في مواقع اللي وصلنا لها وما زلت عندي اتصالات قاعد اتابع بعض المعلومات اللي شاء وابلغ فيها طبعا إذا كان يحتاج اتصال في سفارة الكويتية في الأردن أبلغ ربيع يسوي اتصالاته أكيد الناس يعني متشوقين يعرفون الحقائق اللي أنت قاعد تقولها لأنه كلام وايد خطير في لا مو خطير هذا تاريخ خطير لا خطير لأنه ما انقال من قبل ما انقال أنك أنت ما تقدر كل شيء بتقول يعني أنت الظروف إذا تجبرك أنك ما تقدر تقول والله بقول كل شيء ولا تقدر تقعد تحط كتاب تكتب وأنا بقول كذي كذي استقبال عسكري مهيب ما كانت مرحلة سهلة احتلينا الكويت ما أقدر أجمل الكلمة وأستعمل كلمة أخرى يعني واضحة هذه الإعلام والعالم كله شافها أخطأوا في حقنا وأخطأنا في حقهم في ردة فعل منك حول رغد صدام حسين لما طلعت قالت ان الكويت اخطات واحنا اخطانا وصار الموضوع هذا في شنو ردك يعني تويتر المثل يقول اراد المريب ان يكون خذوني يعني رغد انا قلتها على فكره باللغه العربيه هي طلعت بالعربيه تقول هم اخطاوا واحنا اخطانا هم عندهم شهداء هنا هنا عندنا شهداء يعني شنو خطا الكويت لا هي يعني شيء مضحك يعني ما يعني نسيت انه ابوها غزا الكويت ودمر الكويت وسرق الكويت وذبح الكويت
وذبح اولاد الكويت وتقول والله عندهم شهداء وهنا عندنا شهداء. لا يعني تبينا شنو نستقبلها بالاحتلال بالاحضان ونرفع صور صدام حسين وابوها مجرم. انا حتى اتذكر قلت حق مدير العربيه اسمها حطها على الهواء قلت خلي يسالها كان زين سأله كم عراقي شرد وكم عراقي قتل. المغابر العراقية المغابر العراقيين بكل العراق من خلال بحثك هل كان يحط الأسرى الإيرانيين داخل الحمض؟ كل شيء كل شيء كل شيء استخدموا الحمض استخدموا الفرامات هذه الأسيد اللي ذوبوا بال... كله 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 هاي كلها حقيقة ترى نظام يعني فعلا نظام موجودة. نظام مجرم. فهي لما قالت الكويت أخطأت لا يعني شيء مضحك إن تقول والله إحنا عندنا شهداء وما عندهم شهداء يا سلام كأنما داشين عليهم أنا لغزينا. بس شنو خطأ الكويت بوجهة نظرها؟ هي ما قالت اخطاء الكويت بس قالت ان احنا اخطانا والعكس صحيح. بس ماني شنو انا يا ريت تطلع وتقول الكلام اخطانا انا اخطانا شنو اخطانا ما ادري. هي قالت اخطانا في شنو يعني في خطا انك قلت عنه كلام هذه الاجابه كررتها ثلاث مرات سرقوا البلد في كاتبه امريكيه كاتبه امريكيه مشهوره سوت كتاب جات الكويت وتعرف الله يرحمه الشيخ صباح سمو الأمير لها علاقات مع الكويت يعني وكانت أيام الحرب موجودة تقول جين سانسون ايه رايب اف كويت قاري تفضل ما شاء الله عليك. بس then I went in to find out what had happened to some of the people I'd interviewed, what was going on, and the Kuwaiti government, maybe because I had written the only book in favor of let's help these people. لازم توثق. أنا طلبت أكثر من ذلك. لازم صور الشهداء تكون في كتيب توزع في المدارس حق الابتدائي والمتوسط. موضوع الغزو هذا لازم ينحط. الولد بيقرأ إحنا كل يا حال طلعوا كبار وما يدرون من الشهداء. لازم الشهداء يكون لهم اسماء بالشوارع. طلال مو قاعد تحاول ما يصير إن يعني سووا حديقه باسم اسرار القبندي لكن تغير اسمها 2015 اي وانا سوينا ضجه وسو طلعنا وطاحت اللوحه على طلع تمام. انا الحين موجود في حديقه اسرار القبندي قطعه 3 في منطقه عبد الله السالم عندنا بالكويت تمام. الغريب الموضوع ان الحديقه اسمها مو حديقه اسرار القبندي. سويت سيرت وايد كثير على الموضوع وكنت اتمنى ان انا اكون غلطان لكن اللي وراي الحين هذا اسم الشخص اللي هو مناف محمد المهنا اللي عاد تاهيل الحديقه وما ادري اذا هو اللي شال اسم اسرار ولا لا لكن حاولت اني ادور اسم اسرار بالحديقه كذا مره ما لقيته. وبالصدفه لقيت واحد حاط تويت سنه 2013 ان لافته اسرار القبندي مكتوب عليها حديقه الشهيد اسرار القبندي مرميه خلف الحديقه. شيء محزن للامانه يعني اتمنى ان انا اكون على خطا ما اكون صح. والحديقه امام ديوان اليوعان عندنا بالكويت عبد الله السالم قطاع 3. بس في شغله سريعه قريت عنها امس وايد بعد التحرير شارع صنعاء بالكويت كان اسمه شارع الشهيد اسرار القبندي لكن بعدها بفتره قصيره تم اعادته الى شارع صنعاء. صنعاء بمعنى انها عاصمه اليمن. ليش تم تغيير اسم الشارع ما ادري ولا يومنا هذا اسرار القبندي ما لها اي شارع باسمها. حديقه الشهيد ليش مو اسمها حديقه الشهيد؟ دش الحديقه الحين وين صور الشهداء راح تلقاهم باهر الحديقه. تكلمت وايد مع اعلى مستوى نازل ان لازم كلهم نصب عند المدخل الرئيسي صورهم بس صورهم اسم فلان شهيد فلان شنو مضره؟ ما ينحطون في اخر الحديقه في سرداب ممر سرداب هذا ما يجوز. شنو يعني هذا تكافئه؟ طبعا انا مو الحكومه رافضه لكن من تولى المسؤوليه هذه لازم يقول هذا مكانهم هني. عندنا اماكن عامه وايد دورات وايد يا اخي حط في كل دوار حط مجموعه اكو صور شهيد تشوفهم اكو نصب عندنا ما عندنا نصب تذكاري. انا من تقدم الى سمو الشيخ احمد نواف بناء انشاء نصب جزاه الله خير اصدر قرار بتكليف تكليف الجهات المعنيه بنصب تذكاري ومقدمه انا من قبل وين ما بقول اسمه اللي كان مسؤول ايضا اللي متولي هالعمليه صار عليه ما اكيد اخفي اجراءات ما ادري
لكن تفاعل مع شيخ سمو الشيخ احمد نواف كبروا جيل على جيل على جيل. الحين بالغزو احنا كم سنه صار لنا؟ 30 سنه. 32 اللي تو الولد بغزو احنا عمره 30 وانا قاعد الحين يسالوننا الحوار قاعد تعطيني لا اله الا الله انك قاعد تتكلم عن الكويت وما ما تطرقت حق اخوك مع ان اخوك شهيد طبعا اخوي روح الوطنيه هذه اعتبره مثله مثل الشهداء الكويت كلهم ما ميزت انا بشيء لا بالبحث ولا خلال فترات مختلفه ولا قلت ولا كنت اجيب اسم اخوي اصلا كنت اقول اي اسير كويتي اي شخص عندكم معلومات عن هذه يعني ما يصير طال اخوي ولد سلباجي ولا انا عملت عشان اخوي لا ابدا انا اول ما اتصل وبرجع بس قبل ما ننهي لما عرفت ان بدا ياخذون الأسرة خلال الغزو انا اتصلت بالضابط اللي التقيت معه بالكويت اللي دعاني حق اشوف الرئيس انا اتصلت فيه بالقصر الجمهوري بالرغم اللي اعطاني اياه قال انت منو قلت انا واحد بحريني صديقه بكلمه اعطوك اياه عشان بتاكد انه بالقصر الجمهوري وفعلا طلع القصر الجمهوري اللي كلمني مع البداله اسمه يحيى صالح قال من ريده قلت انا صديقه بالبحرين قال لحظه وقال الملك يقول مشغول هسه مع الرئيس طيب هذا يمكن اسبوع اول اسبوع من الغزو ما خفت ولا خفت ولا شيء تلفون انا مو يعني تلفون بس حتى لو يعني مو يعني قلت لان قلت فرصه بعد عندي اداه واحده يعني بتحاول قلت له كلمني بقول له شنو شنو قاعد يصير انت تبي تقول له فهمتك بس عرفت ان شخص داخل هذا المكان نبي التلفون اعطاني اياه اخر شيء ابي اجابه نعم او لا هل كان هناك اسرى ل 2003 من نساء ورجال مثل سميره معرفي مثلا ما اقدر اقول لك عن سميره متى عدموها لكن على الاقل اللي عرفناه يعني انه المجموعه الاخيره اللي عدموها قبل سقوط النظام باسبوعين يعني كانوا مسجونين طول الفترة. إيه طبعًا الناس نعدموا هني ناس نعدموا لأن تلت التعداد هني 20 هي 5 هني 10 بالشمال يدفن بالجنوب يدفن اللي بالرمادي دافنهم في منطقة برية لا يمكن أحد يحصل عليها لو الجني الأزرق ما يلقاهم لكن بعد الله سبحانه وتعالى وجاب عبيد اللي جات المعلومة وتابعوها ولقيناهم هناك في الرمادي في منطقة برية يعني أنا رايح الرمادي ولا أنسى أيضًا الشيخ مظهر الخربيط هذا من الشخصيات المهمة جدا اللي ساعد فيه ساعد فيه وايد أمور قبل الحرب وبعد الحرب وخلال سقوط النظام بعد سقوط النظام متى راح تنشر هذا من الشخصيات المهمة جدا اللي ساهموا ويعني ولغاته مع كبار مسؤولين في مجلس التعاون قبل ما أقول لك فما لا سؤال أخير متى راح تنشر كتابك والله قاعد أفكر أبلش فيه في مرحلة جاية يعني إن شاء الله يعني يعني موجود كل الورق يعني خلال 4 سنين خالص لا 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 إن شاء الله أتوقع خلال فترة سنة يمكن بس أنا كنت مبلش في كتاب ثاني اسمه مجموعة يوسف المشاري والمغامرة الكويتية من خلصنا علاقتك فيه يعني اشتغلت فيه أسبوعي سنة ونص وهذا تبناه الله يذكره بالخير فؤاد الغانم وجمعنا فيه مجاميع كثيرة من اللي أدوا عمل مقاومة ضد الجيش العراقي ووثائق مهمة فيها أيضا شخصيات مدنية أو من قاموا في أعمال مهمة فيها عن الشهداء وفيها عن مجموعة يوسف المشاري اللي كان اللي ببيت النزهة والأحداث اللي صارت لهم وفي أيضا كلام تفضل فيه فؤاد الغانم لأن فؤاد أيضا من جزء من هذه مجموعة يوسف المشاري كان أيضا له دور مهم وكبير قلت أنا في لقاء سابق وباقي الإخوان اللي الله نجاهم ما تم إعدامهم وطلعوا يعني وتكلمنا عن يعني هذا أنا كل 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 الأمل بطلال إن الكتاب مستحيل يصير قديم وهو توثيق وراح يتم للزمن توثيق نعم لك العافية وسامحني على الإزعاج تمام قبل ما اختم الحلقه مع ابو طلال سالت السؤال قلت له الشهيد فهد الاحمد بحفل اعتزالك سنه 87 وقع لك على الكره وطالعك بنظره غريبه شنو كان كاتب لك وشنو قال لك وما خلاها بخاطري طبعا هذه الكره اللي وقع عليها الشهيد ما قصرت الله يكثر من امثالك هذا توقيعه اي هذا توقيع الله يرحمه ويرحمته وهذا تيشيرت الاعتزال
من سنة 87 ها؟ 23/2/87 جاوبت وزارة الخارجية، كنت أنا معاهم، كانوا يعين يشوفون السفارة الكويتية بعد سقوط النظام. بعدها وقع لي على كتاب اعتزاله وطلبت منه طلب، قلت له عمي عادي احط بيدي اف حق الناس؟ قال لي بالعكس ما عندي اي مشكله. لكن بعد ما انا رديت قعدت منتج الحلقه حسيت ان ناقصها شيء واحد، لازم يكون ختامها بشيء جدا مميز. الختام مع شخصيتين مفاجاه لك يا ابو طلال، شوفها. السلام عليكم، يعطيك العافيه. عندما اتحدث عن زميل الشباب والمدرسه ولعب كرة القدم في منطقة العدلية الأخ فيصل جزاه بطلال، ترجعني تخليني أرجع إلى ماضي جميل. هو أحد الذين عاصرتهم في بداية حياتي تزامن بشكل كبير، لكن هو راح إلى نادي القادسية وأنا رحت نادي الكويت، واتجه إلى لعبة كرة الطائرة وأنا اتجهت إلى لعبة كرة القدم. أبو طلال أحد الرجال القياديين في الرياضة الكويتية، عمل في نادي القادسية، مجلس الإدارة، عمل كذلك رئيس لاتحاد الشرطة. كذلك هناك في دور كبير لأبو طلال الأخ فيصل جزاف، عمل ضمن لجنة ذهبت العراق بعد التحرير للبحث عن الأسرى المفقودين، وهذا عمل كبير يحسب لهذا الرجل وتضحيته. شهداء اللي إن شاء الله هو في جنات خلد النعيم، وهذه مغامرة كانت كبيرة في تلك الفترة خاصة بعد التحرير. الله يوفقك يا أبو طلال، وتحياتي لك أخوك الكابتن سعد الحوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني وشرف من نتكلم عن الصديق والأخ العزيز فيصل جزار، والرياضي الكبير واللي أعطى ناري القادسية والكويت الكثير، حقا إنجازات كبيرة، لاعب على مستوى النادي والمنتخب كلاعب كرة طائرة. فيصل جزار أثبت وجوده في الساحة الرياضية الكويتية كلاعب أو إداري أو قائد. فيصل جزار ما بتكلمنا عنه ولا منه في حقه، ويظهر كان له دور كبير في لجنة الأسرة. وانا اتمنى على الحياة سعيدة، وانا اتمنى على الحياة سعيدة. تمام، والحين راح اطلعكم كل مصادر المراجع بالتليجرام مع الكتاب، وعسى ان نلتقي ان شاء الله رمضان الجاي في موسم حسين يفكر الثالث. وايد اشتقت ان نرد ننزل حلقات نفس قبل بمواضيع وقضايا مختلفه، خلكم جاهزين. فما الله بس كلقاء حواري، لا حواري لا، هذا لا الاخير يعني، انا محظوظ. انا يهمني التوثيق. التوثيق هو تاريخ يسندك للمستقبل، تاريخ يعني ما يصير تلقي، التاريخ ما يلقى. صحيح. والتاريخ اليوم هو قيمة عمود الفقري للدولة.